أحد المتابعين سألني يقول إيش رأيك في لحم الإبل يا دكتور؟ شوف يا حبيبي، أجريت دراسة على لحم الإبل النجدية ووجدوا بأن لحم الإبل النجدية يحتوي على 76% ماء، هذا أولاً، ويحتوي على 20% بروتين. تخيل، من أغنى، بل إنه أغنى من مصادر الحيوانات الثانية كلها من ناحية البروتين. والشيء الثالث، وجدوا أن الدهون أقل من 3%، منخفضة الدهون، وأقل بكثير من دهون لحم الأبقار. بل وجدوا بأن لحم الإبل يحتوي على شيئين حلوين جدا في الدهون، رائعة جدا، دهون صحية، يحتوي على أوميغا 3 ويحتوي على الدهون الأحادية الغير مشبعة، المونو أنساتوريتد فات، موجودة ترى في المكسرات، موجودة في زيت الزيتون. وجدوا أنها توجد في لحم الإبل، بل وجدوا بأن الدهون الموجودة يسمونها الانتراماسكولار فات بين العضلات قليلة في لحم الإبل، لذلك محتوى البروتيني مرتفع. وجدوا أيضا أن لحم الإبل من أغنى مصادر اللحوم بالحديد، لذلك ممتاز جدا للي عندهم فقر دم، وأيضا غني بالزنك، غني بعناصر أيضا أخرى كثيرة. وما ننسى لحم الإبل من أغنى لحوم الحيوانات بالأحماض الأمينية. الأحماض الأمينية 12 موجودة بشكل متوازن في، سبحان الله، في لحم الإبل. والأحماض الأمينية ضرورية لكل شيء في جسمك، كل شيء، هي لبنات الأساس لهذا الجسم، كل جسمك يحتوي ويحتاج إلى أحماض أمينية. لذلك لحوم الإبل من أفضل أنواع اللحوم في وجهة نظري على مستوى الحيوانات كلها، بل إنها أفضل بكثير في وجهة نظري من لحوم الأبقار. وما ننسى لحم الإبل غني جدا فيتامين B12 الضروري للعمليات النشاط والتمثيل الغذائي وبناء كرة الدم الحمراء وغيرها. وبالنسبة لملف الدهون، بالنسبة للحم الإبل، يوم ما أقول لك إنه أفضل من الأبقار، لاحظ كل 100 جرام من اللحم، لحمة إبل 100 جرام، تحتوي على 57 ملغرام كوليسترول بس، بينما لحمة البقر نفس الكمية 100 جرام تحتوي على 74 ملغرام من الكوليسترول. لذلك في نظري ووفقا لكل ما ذكر، لحم الإبل خيار صحي ممتاز جدا باعتدال. الله يعطيني وياكم الصحة والعافية، ويا رب ان قلنا شيء مفيد. سلام.